اخواني السلام عليكم. انا لو فتو هذه مشكله في الكرسي ما حبش يتحل لنا، رغم اللي حلينا من قدام وجبدنا الكابل. الطريقه الاولى اللي عملنا العمليه الاولى اللي عملناها هذه، نحينا الكرو نتاع الكابل نتاع الكوبه التلانيه السليم. جبدنا ما تحلش، معناتها عندنا الكابل مملوس من التالي. شنو اللي نعملوا في الحاله هذه باش ما نخلعوش الكرسي؟ فما اللي يخلعوا ما نخلعوش، نستحفظوا عليه. نوليو نحلو الكاش، نحيو الكاش نتاع الفيتيلاني ونحيو البافيت نحيوه من هنا، وناخذ تورنيفيس طويل شد لي هكا، وناخذ حاجه نضوي بها من هنا، شعلوا بها في البارتي هذه، نضوي من اللوطه لهنا. ما نجموش نشوفوا بالكاميرا، وطي شويه اللوطه نشوف ترى هابط اللوطه باش ترى توريهم الكوبه تتشاف من هنا. نجموا بالتورنيفيس اعملوا لها ضربه يتحل الكرسي، طلع الكرسي. تتشاف بالقدا، طلع الكرسي، تحللنا الكرسي. فوالا هذه طريقة باهية. هاك شوفوا الشاهد والكابل من هنا. هاكا مملوس. ضويول. نوليو رجعوا لبلاصتو، وهكاك نوليو ما استحفظنا الكرسي نتاعنا وحليناه بسهولة تامة. والسلام.